حياكم الله جميعا على قناة بلاير ون مع لاعبكم المعتاد محمد جفري. مثل ما انتم شايفين فهذا الفيديو راح تكون معانا تجربة مطولة للعبة القتال والكونغ فو سيفو، واللي صراحة لحد الآن انتهيت من المقدمة واللي كانت جدا جميلة وسريعة بسبب انها اعطتك نبذة عن القصة والتحكم بشكل سلس جدا وسريع. فراح نشوف مع بعض المرحلة الأولى اللي انهيتها بس راح اعيدها مرة ثانية، والمرحلة الثانية اللي وصلت لزعيمها الأخير لكن لحد الآن ما انهيته. هذه المنطقة اللي تكون فيها تجمع الأدلة عن الزعماء اللي ناوي تهزمهم انتقاما لعائلتك. بدون ما أتكلم الكثير عن القصة، ومثل ما انتم شايفين مع كل تجربة راح تتعلم أشياء جديدة تساعدك في أنك تكتشف مثلا طرق مختصرة توصل للزعيم بشكل أسرع، وكل شيء يكون مجموع على لوح المحقق. فبدون ما نطول في الكلام خلونا نشوف كيف اللعبة. طبعا مثل ما سمعتوا اكيد لحد الان بعد ما صدرت صار لها يومين، ومن تجربتي الشخصية ايضا فهي لعبة من الالعاب اللي تتطلب منك الكثير، بمعنى انك ضروري تكون بمعنى انك تدرس خصومك وتحفظ الحركات الصحيحة عشان تقدر تنهيهم، لانه ممكن اقل عدو يهزمك وممكن حتى اقوى عدو اذا انت صح صح ومركز تهزمه بدون ما يلمسك. طبعا مثل ما انتم شايفين لما احد يلمسك فطبعا عمرك راح ينقص، لكن اذا سويت عليه حركة الفينيشر فايضا انت راح تسترد عمرك، بمعنى انه الهجوم هو الاساس في اللعبة لحد كبير عشان تسترجع عمرك وعشان تنهي الاعداء بسرعة، لكن لازم ايضا توزن الدفاع بشكل مهم. سلام. الاسلحة ايضا تسهل الكثير عليك. طبعا مثل ما انتم عارفين شهر فبراير لحد الان وصلنا اول 10 ايام تقريبا، وما زال باقي الكثير، فمن هنا حتى تتوفر هورايزن باذن الله يكون لنا هذا مخلص، يكون لنا تجربة لسيفو، واحاول اني ايضا اختمها واشارككم مراجعة مفصلة مثل اللي حصل مع داينج لايت، لانه حاليا موجود على القناة تجربة اللعبة ومراجعتها ايضا. اوكي انا جيت هنا نسيت. هذا الباب الان مفتوح لي لانه مثل ما شفتوا معايا مفتاح حصلت عليه من احد الاعداء اول، فصار طريق مختصر. طبعا لا تحسبوا ان انا مره فنان او شيء من هذا النوع، لانه لسه ما زال الوضع اسهل مما هو قادم. رجع لي عمري. خلينا ناخذ البيسبول شكله اقوى. هذه التماثيل تقدر من خلالها انك تطور اشياء مختلفه، مثلا هذه المهارات اللي على اليسار اللي تحت العمر في عمر محدد بعدها ما تقدر تحصل عليها، اما البقيه فبالسكور او بالنقاط الخبره. فمثلا هذه تزيد احتماليه مده استخدام السلاح قبل ما يتدمر، هذه تزيد العمر اللي تاخذه لما تطيحهم. انا اشوف هذه دائما مفيده انك تحصل عليها. وهذا هو السكيل تري امامك، نشوف فيه الكثير من الحركات، لكن الخدعة انه لما تموت الحركات اللي ما تعلمتها بشكل دائم راح تختفي وتضطر تتعلمها من جديد. ايضا من الاشياء الجميلة اللي اول شيء راح تلاحظها مباشرة في اول نص ساعة التوجه الفني للرسومات، وخصوصا في اول نص ساعة طريقة التوتوريال على كيف ادوك فكرة عن القصة، عن ظهور اسماء الاستوديو وما الى ذلك، وتعليم سريع كله كان جدا رائع.
فما حبيت استعرض المقطع ذا لانه كان جميل بالنسبة لي، فابغاك تعيشه ايضا اذا كنت ناوي تجرب اللعبة. هنا في شوية زحمة فنحاول ننهي اكبر عدد. واللي معاه سلاح أولوية دائما انك تطيحه. استعجلت. استخدم الحركة هذه. العداد اللي تحت الخاص بالتركيز الأزرق لما يتعبى يكون عندك حركة سريعة خطافية، وأيضا لازم تنتبه طبعا على العداد اللياقة سواء لك ولا لأعدائك. هذه ايضا من النقاط الجميلة، ممكن الاعداء يضربوا بعض اذا اتفاديت ضرباتهم في الوقت الصحيح. نغير هذا اجدد. لا مجاني من وراء. نشوف آلية الموت. آلية الموت انا اقدر اتعلم حركة مثلا، طبعا كلها هذه غالية، هذه ممكن نسويها بس مش محتاجة. خلينا نشوف برضو. طيب انا راح احتفظ بنقاط الخبرة عشان اخذ مهارة اغلى اذا مت المرة الجاية. بما انه الهيكل العظمي عندنا واحد فراح يزيد عمرك سنة واحدة، كل ما تموت اكثر راح يزيد العداد، 3-4 تصير تزيد الى حتى 9 سنين في موتة واحدة، فيبغالك قد ما تقدر ما تموت بشكل متتالي. ايش بك انت الدفدف؟ شوف الان رجع للصفر، معناته لو مت راح يزيد العداد سنة واحدة فقط، يصير عمري 22. ممكن مثلا لو صار 5 يصير موت يصير عمرك 26 او ما الى ذلك. اوكي. Boston, nobody gets through. George stays alone. بدون تفاهم. لسه حنتكلم. الآن عندنا صار 1000 نقطة ممكن إنك تطور. خلينا نخلي السلاح يطول معانا أكثر، لأن زي ما أنتم شايفين ضربات السلاح مؤلمة لهم، فهذا الشيء مفيد لنا. أيضا نقاط الخبرة راح أحتفظ بيها لما تصير 1500، ونختار واحدة من المهارات الغالية. صراحة التحكم، القتال سلس، الانيميشن جميل، يطلب منك تركيز مستمر في قراءة الخصومك مين حيهجم عليك، لانه ما في المؤشرات المعتادة. واذا مضطر اشبه لحد ما هذا الزعيم تبع المنطقة دي تبع المستودع، واحد اللي الاشخاص اللي تبغى تنتقم منهم. دائما انصحك تجي للاخ هذا باي سلاح جديد، لانه يساعدك كثير تنقص من عمره، لانه طبعا ما هو عداد واحد زي ما حنشوف دحين.
هذه الصدات اللي على الأرض لازم تتحرك بالصدة وبالتوجه الصحيح في الاتجاه، فمتعبة. بس قربنا نكسر عداد اللياقة تبعه، لسه ما عندي نقاط تركيز كافية. خطر خطر. ايوه هذا اللي قلنا عليه انه له مرحله اخرى، واتوقع غالبا كل زعيم راح يكون اكثر من 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 مرحله القضاء عليه. هذا الحين يعصب ويجينا بسكين او سيف. اي اي طبعا اذا صديت في اللحظه الصحيحه قبل ما يلمسك راح تكون عندك نافذه تديله كم ضربه تعوره، لكن في نفس الوقت الريسك عالي والمخاطره عاليه انك تخسر هذا التوقيت وتتضرب. فالفكره انك تسوي مزج بين التفادي وبين الصد. وانت معك السيف، انا معايا عصايا يا حبيبي. غالا نوخر عداد اللياقة يتعبى. بس دقيقة دقيقة لا يكسروا. كويس لا ليه وقفنا. قرب 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 ونوصل للمرحلة الثانية واحنا في ريعان شبابنا بالهداوة. لا 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 باقي له لمس. يلا معلش سنة واحدة كلها سنة 22 ما فرقت أصلا تفرق في الحياة، لكن لسه نشيط. خلص علي. طبعا في المرحلة في المرة الأولى لما خلصت هذه المرحلة الوضع ما كان بهذه السلاسة، كان في معاناة أكبر بكثير، وللآن حنشوفها غالبا في المرحلة الثانية. واحدة من الأشياء اللي تحصل لك كل ما تموت هي إنه ضرباتك تقوى، لكن في نفس الوقت الضرر اللي تستقبله يصير أكثر. فالآن نروح المرحلة الثانية اللي نشوف. هذه الأولى كانت تونا خلصناها في المستودع، وهذه الذا كلب لسه ما أنهيتها، فخلونا نحاول ننهيها مع بعض. هذه المرحلة اللي حزنني فيها بصراحة هذا الأخ مسكين واقف في أمان الله، هو دوامه إنه يكون حارس المدخل، تيجي أنت معصب تبغى تنتقم ويتلكمه كل مرة. طبعاً أنا هذه عدتها يمكن هذه ثالث أو رابع مرة، فكل مرة يكون هو في الطريق. وحتى المسكين هذا الأخ اللي على الكاونتر لا تدي له فرصة يسألك حتى ايش تبغى. insane
صراحة لما تزبط الحركات وتصد أو تنهي مثلا 5-6 أشخاص عليك وانت يا عمرك باقي لك لمسة وبدون ما يلمسوك خير شر، شعور جدا مرضي. هنا أنصحك بالسرعة، حاول تنهي أكبر عدد بأسرع وقت ممكن قبل ما يلموا عليك بالعصاية، بمعنى انك تركز على واحد فيهم. تهورت هنا، حاولت اصدها كلها لكن رجع الدم عليكم. يا كان المفروض احتفظ بالضربة دي لهذه، لكن يلا هذه تعتبر يعني زعيم مصغر مو زعيم رئيسي حتى. والله ادتني على راسي. الان عندنا نطور اشياء كثيرة، ممكن هذه جميلة وانت بتجري نديهم زحلقة. شوف الان لو فكيتها مره ثانيه ب 1250 بيرمننت انلوك راح تستمر معايا حتى لو مت وحتى لو عدت من البدايه، فخلينا نضمنها. خلينا نضمنها. ممكن ناخذ في شيء ثاني ب 500 دبل بام. اوكي ذي شكلها كويسه، بس هاي ضربه بالتركيز بس تحتاج عدادين. نحاول نجمع العدادين اذا وصلنا للزعيم نستخدمها. الآن العمر صار يزيد سنتين. شوف ضرباتك صارت أقوى، لكن لو هي ضربتك هتتعور أكثر. ممتاز. أيضا هذا أحد الطرق المختصرة اللي لازم تشوفها. هذه الغرفة مثيرة للاهتمام صراحة، في هنا الجماعة بيتمرنوا والأخ هذا بيقول لك هنا في تحدي يمديك تقول له، يمديك تلكمه حتى بدون ما تتفاهم معه، بس حاليا عشان نبغى نوصل للزعيم خلينا نتفادى مخاطر أكبر من اللازم. هنا هجمة مرتدة، هذه أول مرة هتيجي. أبغى أطيح هذا العصاية بس. هي ممكن من العيوب الوحيدة اللي لاحظتها، يعني في بعض الأماكن الضيقة زي ما انتم شايفين الكاميرا ممكن تسبب لك شوية إزعاج. خاطرت، كان المفروض أؤخر. Survival of the fittest. He has a weapon. You shall not fear death.
اوكي رجعنا العمر تقريبا كامل. How many trials do I have left before meeting Shaw? Two more challenges lay ahead. Dexterity and endurance. But I'm afraid you'll be too late for the final. هذه الأخت أيضا كان يمديك تخش إذا تبغى تحاول تقاتلها، فأيضا متوفر هذا الخيار. لكن الآن خلينا نحاول نوصل، لأنه أيضا في لسه ما زال زي ما قالت في تحديات أخرى. هذا تحدي العصا. هذه مزعجة لأنها تصد كثير بالعصاية. لا ايوه شوف، لما تقتل الزعماء الصغار راح يرجع اللي هي القفزه العمريه تقل. دوبنا كنا اثنين، الحين لو متنا حنرجع نزيد سنه واحده بس. فالفكره انك تحاول تموت، مو شرط انك ما تموت، بس لا تموت ورا بعض، لا تخسر ورا بعض، لانه لحد النهايه تقريبا 75 او اذا رحت اكثر من ذلك في حدود السبعينات حسب التزايد اللي انت وصلت له وتيره التسارع. فهذه نقطة حط بالك عليها. أي كلاب يهزئوك لما يضربوك. أخذت العصاية، ما اتفقنا تبعي. صراحة المميز في اللعبة أكثر شيء إنه افتقدنا هذا النوع من الألعاب، ما في ألعاب تركز على القتال قريب المدى كثير، فحلو إنه يكون في شيء أيضا مختلف عن الموجود، وقصة مركزة، مراحل مركزة، وإن كان في صعوبة تتطلب ممارسة. يعني هذول الاثنين دائما مزعجين عشان توصل للزعيم، ينقصوني 10 سنين أحيانا. ما هي راضي تطيح. بقينا انا وانت. استعجل يا 3 سنين. شوف عشان موت مرتين ورا بعض كيف صرنا في خطر سريع. اوكي هذه ممتازة، نعلق على الون ومثلث، دامج زاد والهيلث قل. من الحركة. ما بقي لك شيء، ما بقي لك شيء، لا يحشرهم. اوف مزعج مزعج هذا مزعج. يعني اتوقع لسه في العشرينات، ما زلنا عندي 50 سنة اقضيها مع الرئيس. اشوف الحين اذا حينفع ولا ما حينفع.
هذا ما نحتاج، خلينا نزود اللياقة، محتاجين لياقة. ما عندي. اوكي، كم العمر كان؟ C4. My arms are yours. Leave. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and evil. إذا وصلت لهنا أحب أقول لك إنه في سلاح موجود على الأطراف إذا تحتاجه، وغالبا حتحتاجه مع الأخ المزعج هذا. شايفين ضربتين منه تطير العداد كامل تبع اللياقة. يا ساتر، هذه ضربة واحدة في الراس بس، وما يديك فرصة إنك تاخذ وقتك عشان يرجع يتعبى العداد. هذا المتعب في الأخ هذا. شو، ما في فرصة. بس خلينا نقوى، الضربات تزيد. لسه باقي 35 سنة. يا ابني خليني لحظة أمسك السلاح. صدينا الثلاثة يا حكم. 40. حتى لو هزموا على الثمانينات بس أهزم. اوكي، العداد وخر عنه شوي. العداد يا حيوان. اوكي، الدوران حوالينه شكله مفيد. تعال نجرب التكتيك هذا. افتهم له. ممكن بطء العداد اللياقة، يعني كم يبغالك عشان تتعبى يا اخي؟ يا الله، قوم باقي اتوقع حوالي 3 قومات او 4. يوخر على طول هو. يا ساتر، هذه كيف ادور منها هذه؟ كمل. شيبنا بمعنى الكلمة، هذا حرفيا شيبنا.
اللعبة دي ما تقول فيه الزعيم شيبك يعني فعلا شيبك يا ساتر. يقهرني لما يوخر كذا كأني ما سوي متعور شوية. على طول أبغى أستخدمها أنا كمان. باقي مرتين. افتهم لي خليك كونغ فو محترم وخليني اخذ العصايه. ايوه بس للاسف عندي لكم خبر انه صح. يا ساتر هذا التحول الاول هذا يبغاله وقت. هذا قدنا شيبنا قدنا خلصنا يا صاحبي اذا لسه بيتحول لنار يا ستار. صاحبي انا شبه مستسلم لك حاليا. للأسف يا جماعة كان نفسي أنهي معاكم لكن هذا اللي حصل. الآن يكون عندك الفرصة أنك ترجع لكن من عمر 22. طبعا مو لازم تقدر تلعب المرحلة الثانية على طول بدون ما تعيد المستودع. أنا عدتها عشانكم زي ما أنتم شايفين اللوحة الرسمة اللي تحت على اليسار مكتوبة سامي الخمسة. في واحد مشطوب خلصنا منه. اللي باقينا هو الأخ الناري اللي مع بالرمح هذا. بإذن الله من هنا الفترة القادمة راح أحاول أنهي وأنهي البقية وأنزل لكم المراجعة المفصلة لسيفو. وأتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه التجربة المفصلة الخفيفة السريعة يعني وتكونوا أخذتوا فكرة مطولة عن اللعبة وأكون قدرت أمتعكم شويتين بالحركات وإن كان الزعيم الأخير زي ما أنتم شايفين بهدلنا. ونراكم في فيديوهات أخرى بإذن الله مع بلاير ون من تجارب وأخبار ومراجعات وتوب 10 والكثير غيرها اللي ناويين عليه في الفترة القادمة بإذن الله. خليكم قريبين وكالعادة
شكرا على المشاهدة.